السلام عليكم، معكم البرنامج الجديد تيموميهو للترفيه والكوميديا والنشاط. غنحضروا معنا فنانة عشوائيا، يعني بمعنى ان فنانة ديال اليوتيوب، دراري ديال البوز اللي كيديروا البوز كنصادفوهم، اللي عنده شي مشروع غيدير افلام قصيره، كلشي غيكون هاد كوكتيل، وغندير واحد الصلصه زوينه ومعانا في البرنامج. وتحك نشاط، كل ما تاكلش ضحكي نشطي، ما شطحتو ما غنيتو غير جيتو نينيتو، جلسه كيف الامانه سكته كيف المكانه، ما شطحتو ما غنيتو غير جيتو تعشيتو. معكم تيموميهو، البرنامج الجديد والكوميدي والترفيهي، مع اولى الحلقات معنا الفنان المهدي تشوغميلا والخصم المنقذ الناس اللي انقذ الملايين من المغاربه في الكوفيد وناضل ودار ادوار، دور طبيب، دور محامي، دور شرطي، دور مول جامع المزابل. هذا السيد هذا هو الفنان حبيب الكوميديان. والان سنعلن على بدايه البرنامج. الان كنصادفوا جوج من واحد المواهب، مواهب نادره جدا جدا والله العظيم. الى معايا الاخ المهدي، شكرا، ممثل مشهور، الفنان الكبير، شكرا. بدا بافلام قصيره ومازال يلاه بادي، اللهم بارك. وكان انا شخصيا ما استدعيتو لهذا البرنامج، وانما عارف بانه عنده شي حضور وازن، وعارف بانه تبارك الله غيكون قدوه. وانا كنقول ليه الناصيري، ممثل سعيد الناصيري المغربي، كنعترف بها هاد السيد هذا. وندوزو المشارك الثاني معنا هو الحبيب، حبيب شخص مناضل اللي وقف مع البلاد فهاد الوباء ديال كوفيد 19، طلع راجل كان منه بزاف ديال المصالح النفاجه، طلع راجل كان منه وقايه مدنيه، شرطه محليه، طبيب بيطري وعامل نظافه. هاد السيد دار جميع الفلوغات، دار جميع الفيديوهات التحسيسيه باش ينقذ المجتمع وينقذ، وعلى الفضل ديالو ان شاء الله يعني درب طلبه ودرب الشرفه ودرب السلطان بصفه عامه. بالفضل ديال هذا الاخ هذا ما كاين حتى شي اصابه. والان نتكلموا مع الاخ المهدي. مرحبا. كيف داير الاخ المهدي؟ بخير الحمد لله. امورك بخير؟ الحمد لله. صحه لاباس؟ الحمد لله. واش كتعاود؟ بخير. كاينين شي وليدات؟ الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. بغيت نسولك على الجديد ديالك الاخ المهدي، مع الافلام القصيره اللي بديتي كدير هاد الايام الاخيره، شناك مع سيمو حفره، شناك مع بزاف ديال الدراري، بغينا نعرفوا الجديد ديالك. ومن الرؤيه ديال الافلام ديالك كنتفرجوا بانك ممثل واعي، شي حاجه اوريجينال. اش كتقول لنا على الجديد ديالك اخويا المهدي؟ الحمد لله كاين جديد ان شاء الله، ومثلش مع الحفره ان شاء الله، مع حفرة غير بداية إن شاء الله، ومازال إن شاء الله جديد إن شاء الله. ومشيت مع داك سميتو واحد الممثل، مشيت معاه. شكرك. واش تقدر تقول لنا الاسم ديال هذا الممثل؟ واش مشهور على الساحة الوطنية، العالمية، الإفريقية، القارية أم الدولية؟ أم الدولية. ممكن تجبد لنا الاسم ديال هذا الفنان هذا؟ كاين سيمو حفرة. زيد؟ إن شاء الله. كاين هذاك واحد الممثل جا مع سيمو حفرة، عرفتي هذاك سميتو؟ سمو محمد حفرة. سمو محمد حفرة ان شاء الله. غادي نجيبو ان شاء الله واحد الترقاية زوينة ان شاء الله، وغادي نفرحوا الجمهور ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله نكون على خير ان شاء الله. ومشيني بقى مشيني دابا غير البداية ان شاء الله، وبقى كتجيني واحد الأصدار عبر الإنترنت يقولوا لي بأن المهدي عنده واحد المشروع جديد، بانه مربي واحد القطه مشه، يعني مشه مربيه في المنزل ديالو، وديك المشه عزيزه عليه بحال مرتو، بغى يدير معاه فيلم قصير هاد العام اللي جاي، وغادي يكون سميت الفيلم انا وقطاتي. هادو انباء جبتهم من الحساب الرسمي ديالو. ان شاء الله غادي يمثلوا واحد القطه ان شاء الله، واحد فيلم قصير ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله وغادي يمثلوا معاها، ونكون على خير ان شاء الله. ان شاء الله. هاد القطه عندك ديالك مربيها في الدار؟ مربيها في الدار ان شاء الله، ومشي مربيها من الصغر ان شاء الله، ودابا كبرات ان شاء الله، وغادي ندير معاه واحد الفيلم قصير ان شاء الله. تهلا فيها وردها وديرها لكم.
ان شاء الله. ان شاء الله شكرا. ما كاين مشكل. مرحبا. الان نخليو الاخ المهدي شويه يركز شويه ويعرف اش كاين. انتقلوا عند اخ حبيب المنقذ. يا حبيب يا حبيب الملايين، يا حبيب يا حبيب اخوان، يا حبيب الزملاء، يا حبيب درب السلطان. حبيب في ايامات الكوفيد طلعت لنا واحد الانباء بانك درتي عمل تحسيسي جد 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 لغايه، متشلتي بانك بوليسي كتدخل الناس وكتنيهم، متشلتي بانك طبيب كتساعف الناس اللي فيهم كورونا، ومتشلتي بانك عامل نظافه، واخا انت هو عامل نظافه حقيقه ودرتي جميع هاد الادوار. اش كتقول لينا اخويا الحبيب على هاد العيبات اللي طراو وهاد الكوفيد وهاد السيناريوهات وهاد السونات؟ حنا ما كندويوش بلغه الخشب، يعني نقدروا ندويو حتى بلغه الزنقه. حنا هاد البرنامج عندنا سامبل ديال ولاد الشعب اللي كاين، قول دعمك شي واحد، عاونك شي واحد، داكشي درتي لله، بغينا نعرفوا الحقيقه ديال هادشي كامل. الحمد لله ونشكروا. السلام عليكم. انا كنبغي نشكر خوتي المغاربه كاملين، وكنبغي نشكر جلاله الملك محمد السادس على هادشي اللي دير ديال كورونا. الله ينجينا ونجي خوتنا المغاربه كاملين، الله يحفظنا. انا سيدي درت هادشي على قبل خوتنا المغاربه. علاش التوعيه؟ مجال التوعيه. علاش؟ حيت انا كنشتي على القطاع، كنخدم في قطاع النظافه. انا هادشي اللي شد ديال كورونا وشد العدد ديال الناس اللي كيتوفى والعدد ديال الناس مراد، انا بغيت ندير توعيه. علاش خوتنا المغاربه؟ حيت هادشي هذا اللي غادي راه ما مزيانش. راه كان واحد الحجر الصحي، كان الحمد لله كانت العدد ديال الوفاه وديال الاصابات كانت قليله، ولكن من بعد ترفع هذا الحجر الصحي من العيد الكبير، العيد الكبير وقع الخلل. علاش؟ حيت كلشي مشى اللي سافر واللي مشى للاسواق، شي تخلط مع شي وشي دامج مع شي، هي فاش كثرات هذا الوباء هذا. وانا كنطلب مع خوتنا المغاربه بانهم عاوتاني ويسمحوا لي يرجع هذا الحجر الصحي عاوتاني. علاش؟ باش تقل الوفيات وتقل عدد الاصابات. اخ حبيب بلاتي نسالوك واحد اللقطه، بان في صداد هذا السؤال اللي طرحنا عليك وهاد الاجوبه اللي كتعطينا، نقز واحد الاخ من هنا ويقول لك بان هذا الفيروس ما كاينش بتاتا. هادو اللي كيقولوا هاد الهضره هادي بانه ما كايناش، واش المصلحه العامه للامن الوطني وللصحه ولي كلشي الحمد لله متجند في هاد البلاد هادي، يقول لك هاد الوباء ما كاينش. ويلي بزاف كاع، شوف في العالم كامل، في الصين، في اليابان، في امريكان، في الهند، في الالمان، في الصبر يوناي، دابا عاوتاني باش تعادد عاوتاني الارفع ديال الوفيات وديال الاصابات. والله يحفظنا ونجينا من هاد الوباء. الله ينجينا خويا حبيب. اللهم امين. ونعاودوا نرجعوا لك الاخ الحبيب وندوزوا عند الاخ المهدي. عدي معاه واحد الاتصال من عنده واحد الاخ، واحد السيد من القويره، كيقول لك المهدي الملقب بسعيد الناصري، كنقولوا ليك قول لينا ولا نوض دير لينا شي شطيحه من بلاصتك. بيزار. اش كتقول على هذا الاخ اللي من القويره كيقول لك اخ المهدي بغات نوض تشطح ليه شطيحه خفيفه طقطقه هذه وتريح بلاصتك؟ وراه معنا على البرنامج وكيشوف على الجمهور. يلا شكرا للجمهور. شكرا للجمهور. يلا نوض. كنشكروك الاخ المهدي على هاد الموضه وهاد الشطحه وهاد الفكاهه. على وجه الجمهور الحبيب اللي كيحبني دير معايا اي حاجه. هذا هو المضمون فيك الاخ. ماشي مشكل والله العظيم. هذا هو المضمون فيك المهدي. قالوا لي واحد الناس بان على القريب العاجل كاين واحد الفيلم غيتلاح درتيه انت وواحد الزملاء، لا داعي لديك الاسماء، يلا تصيب وغيتلاح في السوق. اش كتقول لنا على هذا الفيلم؟ شنو هو المحتويات ديالو؟ شنو هو الباز ديال هذا الفيلم؟ كيفاش داير؟ وان شاء الله راه كاين واحد الفيلم ان شاء الله جديد، ان شاء الله جاي في الطريق، وغادي نديروا المحتويات ديالو ونديروا الاختيار ديالو. واحد الفيلم زوين يعجب الجمهور ويعجب اي امشي يعجب العالم كامل، امشي مجموعه نكون على خير ان شاء الله. علي حمزه، علي حمزه، علي علي علي، علي حمزه. شكرا. نعاودوا نرجعوا لك اخ المهدي، وبغينا نقولوا لك بان الجمهور، بعض الجمهور كينتقدك. جاوني بعض الرسائل بان بعض الجمهور كينتقدك على بعض، كي ماشي كنقولك جمهور كامل يعني قله،
يعني بعد شويه واحد الانسان قال لك واحد هنا في التصويره قال لك المهدي الممثل الموعود الملقب سعيد الناصري المغرب ملي كيكون كيمثل كيدير واحد ديفو كيتقنف. اش كتقول على هذا الاخ هذا عبد الجليل الوزاني من مدينه اكادير؟ هذاك غير فهمتيني هذاك غير فهمتيني كيما كيقولوا ولاد كازاوين هذاك كيقلدني حيت انا كان انا هو بصراحه ما حملنيش فهمتيني كيدير لي الافلام ديالي وكيدير فهمتيني كيمثل فهمتيني كيمثل في الصوره ديالي انا فهمتيني. وجاتنا عاوتاني رساله من مدينه القنيطره كتقول واحد الاخ حتى اش كيقول لك هذا قال لك الديفو ديالك المهدي ملقب سعيد الناصري المغرب قال لك الديفو ديالك وليت بعد عينيك من الكاميرا. اش كتقول لهذا الاخ ولد القنيطره؟ انا كان بعد عيني في الكاميرا وما كنشوف الكاميرا اصلا فهمتيني غير هو كينتقدني في هذاك فهمتيني بعض الامور ديالي ولكن فهمتيني كما كيقولوا ولاد العرب هذاك الشيء حسد. فهمتك غا اداء الناجح ما نتسوقش اليوم ونكمل على المشوار ديالي حيت فنان انا كنشوف الداخل ديالك فنان انت فنان كبير يعني خصني نعاونك باش ما كان بجميع الصفات بجميع العناوين انا نعاونك نعاون اي واحد فنان موهوب باغي يبان عليا نجيبو البرنامج نريح ما تكلم ما ونعاونك هذا هو البرنامج ديال تيمومي هاو كنشكرك الله يحفظك خويا بلادي. ندوزو عند اخ الحبيب خليوك اخ مهدي نسولو جاني واحد الصدى اخويا الحبيب ليلى الادريسي ليلى الادريسي من مدينه فاس كتقول لك بان هذا المرض وهذا الوفاء الاخ الحبيب ما كاينش غير كي كتبوا علينا هاد ليلى الادريسي اللي كتقولي انت هذا المرض ما كاينش واش عايشه فيه واش شايفاه ها هي كتسمعك على المباشر يمكن لك تتكلم وهي غتكلم سير على الله راه الناس راه مكرفسه ومعذبه الناس راه البياسات في السبيطارات راه عمرو ما لقاش بنادم فين ينعس ويتقول لك هذا المرض ما كاينش واش غادي نقول لها وسير الله ما كتقول هذا المرض ما كاينش اش غادي نقول لك اش غادي نقول لك عرفتي نوضي تقاعدي راه كورونا ردي بالك والتعقيم التعقيم التعقيم والكمامه الكمامه الصابون الصابون ما كان الصابون تشيد ما كانش تشيد المهم لا نقول بنادم يعقم يديه كنشكرو هنا جاني واحد الرساله من عند عزيز في المدينة الكويرة تيقول بأن هذا المرض هو كان ومشى ولكن بأن الدولة بقات كتعمم بأن المرض راه كاين كاين قال لك هذا المرض هذا بحاله بحال إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير قال لك يعني بمعنى أن هذا المرض حدو واحد شهر حتى شهرين. متفق معاه أنا عارف المغاربة رجال قوامين عارف اي داكشي ديال الله سبحانه وتعالى انا غنقول لك اللي كاين حاجه هذا المرض هذا المغاربه تصابوا به وتشافوا دابا هذا المرض هذا غيولي المرض بنادم ما يبقاش مهوس ومريض به لانه لا المرض غنموت وهادي راه غادي تمرض ولكن 14 يوم راه غادي يتشافى بقدره الله سبحانه وتعالى ان شاء الله هذا الشيء اللي كاين هذا المرض غيمشي كما قلتي انت هذا المرض كورونا وانفلونزا وهادي راه ضروري راه غنتعايشوا معاه احنا اي حاجه غنتعايشوا معها واخا يجي هذا المرض هذا راه غنتعايشوا معاه بشحال غيعيش بحال غيعيش مع 2 سنين 4 سنين راه ضروري غادي يلقاو ضروري غنفرتكوا هذا الحل خلا اخ بلال كان هنا وراح الله يرحم الوالدين مشينا الاخ حبيب نخليك ونلتحق بالاخ كريم المهدي مهدي دار الشباب ديال درب السلطان عطاتك 10000 ريال باش تدعمي فيلم الجديد ديالك وبغيت نعرف البلان اللي عاودتي لي غير دابا ديال القده خيطة مسكينة قشة مسكينة مريضة في رجليها وشديتها داويتها زين وان شاء الله غادي يكون جديد ان شاء الله وغادي يكون جديد شحال طلعت عليك الداوي ديال هاد القطة هادي طلعت لي شنو نقول لك 12000 ريال هما الدولة عاوناتك ب 10000 ريال باش تنتج فيلم قصير وانت عاونت شي قطة ب 12000 ريال 12000 ريال باش نتعاون مع القطة زيد عليهم زيد 100 درهم باش القطة مسكينة باش دير معايا واحد الميش فهمتيني واحد الفيلم زوين ان شاء الله بالمستقبل وهاد القطة هادي اللي خاسر عليها 12000 ريال ماشي مشكل هادي قطة غير عادية واقيلا يعني هادي قطة فيها قطة رومية مسكينة رومية فيها مميزات مميزات
فيها واحد الحركه زوينات كتبغي تلعب وكتبغي اي حاجه كديرها. تقدر توقف على رجليها تديها توقف على رجليها، ولكن غادي تمشيني هي تشرفني للجمهور ان شاء الله. هي قطه ان شاء الله، ان شاء الله حتى هذه قطه نادره وما كاينش وقيله بحالها في المغرب. يعني الدوله دوله شنو هي الدوله؟ الدوله كامله عاوناتك ب 10000 وانت بوفري دويتي قطه ب 12000. ماشي مشكل باش ندعم ان شاء الله، امشيني باش ندعم المستقبل ان شاء الله، نزيد القدام ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. غادي تجا ان شاء الله، ان شاء الله معها هي ان شاء الله، ان شاء الله فيها حيت هي غتسرب بيا كتردع، هي غتسرب بيا المستقبل كتردع. كنعطيها فين كنعطيها الحليب في الرضاعه. ليكوش شاور تاهو ان شاء الله. الاصداء هنا كتقول لي عندي عباس من مدينه بن قرير. هذا عباس من مدينه بن قرير كيقول لك بان هو من لافامي ديالك، من يعني لافامي يعني من العائله ديالك، وشافك كتعتادي على هذه المشه وكتستعمل ليها غير ليكوش ديطاي ديال الزنقه عادي. بمعنى قال لك ندير لها غير دالها. لا دابا مع الكوفيد ديال المرض فهمتيني، مع كوفيد 19 فهمتيني، كنستعمل هاد ليكوش ديال ديطاي فهمتيني، ديال ديطاي، ولكن تحيد الازمات ان شاء الله وغادي ناخذ هذا ديال حسابي ان شاء الله نكون خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كنشكرك انا كنتعامل معها فهمتيني، هذاك العقليه كما كيقول العقليه قوريه. العقليه قوريه. ولكن هنا دابا سال البرنامج غنمشيو الفقره ديال التحديات. شكرا شكرا على على البرنامج هذا وعلى الجمهور اللي كيحبني. شكرا عليك نتايا. حبيب عندي لك سؤال اخير، اللي من الصباح وانا مخليه لك بوحدو هنا في الجيم. هذا واحد السيد قال لك الحبيب، قال لك الاخ الحبيب، بغيت نسول لك الله يجازيك بخير، هاد الكوفيد ديال كورونا قال لك تقريبا راه وقيل المغرب كامل مرض به وتشافى، يعني علاش غيبقاو يديروا لنا حنا في هادشي ديال الحجر ويديروا لنا في هذاك الشيء؟ قال لك النصيحه اللي تبغاك تقولها، بغاك تقول شي نصيحه للشباب بعيدة على الكوفيد. اونطري ما دير شي حاجه، جريو قتلوا وزجناو وخرجوا تكريسيو ودبروا راسكم ان شاء الله. انا نقول لكم خوتي هذا برنامج الشعب، المرض هذا ديال كوفيد انا مرت به خمسه الخطرات وتشافيت الحمد لله، انا باقي واقف معاكم راه ريحو دايز تعايش معاه ما تصيبكم حتى حاجه، هذا الشيء اللي كاين. وبنادم الوقايه خير من العلاج، الله يرحم الوالد بنادم يوقي راسو كمامه الصابون لانكول اللي كاع يعقم يديه يدير الكمامه يخرج مسافة الأمان، هادشي اللي كاين. وننصح خوتي المغاربة ردوا بالكم، وبنادم الطوبيسات ما يبقاش السحام، ما يبقاش السحام في الترام، ما يبقاش السحام في الكيران، حتى الكيران راه محبوسين، هادشي اللي كاين. وبنادم الوقاية خير من العلاج، يوقي راسو، الله يجازيكم بخير. نشكرك الأخ الحبيب. نتفق معك خويا. أخ حبيب غندوزو واحد المرحلة ديال الفقرات ديال التحديات. الحمد لله الحمد لله وشكرا لله الحمد لله. أخ المهدي، كاين جوج من الاخوت تصنت لي وسمعني اش نقول لك، كاين جوج من الاخوت ولدك مرتك حتى ديالك غيمشيو معاك جوج من الخوت، جوج اللي غيمشيو معاك من الخوت، فين من غتسمح في هاد الثلاثة؟ واش غتسمح في مرتك؟ ولا غتسمح في ولدك؟ ولا غتسمح في القطة ديالك؟ سؤال صعيب محمود، صعيب شوية ولكن خاصو واحد شوية تركيز. مرحبا مرحبا، يمكن لك تاكل هريسة ونحل شو عليك الكليب. واش نقول لك؟ حيت الحيوان كيبقى ديما الحاوي. جمهور يلا صافي. الحيوان كيبقى ديما الحيوان. قطة أنا ربيتها. يديا. متفق معاك. ودابا ولات بخير. متفق معاك. عايشة واكلة. متفق
غادي نسمح في القطه ديالي. تنشكروك الاخ المهدي وحنايا هذا السؤال غير في نطاق الضحك والمسلحات. مرحبا. يعني ما كاينش شي حاجه وانا نضحك. ماشي مشكل. اخ الحبيب قول الحقيقه. الا عطيناك اخويا الحقيقه في دقيقه اش غتقول لينا؟ هاد السيد كيجبر واش ممثل ناجح ولا ممثل فاشل؟ اشنو هو الدور اللي غتفيدو به والنقص اللي كيديرو هو باش تساعدو في الحياه ديالو؟ لعل واسع يولي السيد غيولي يعرف كيفاش ويعرف. والحمد لله كيبان لي شفت الافلام ديالو القصيره اللي مثل مع حفره مثل مع السيمو ومثل مع الكاتراز ومثل مع افلام تبارك الله شفتهم افلام زوينين ديالو. هو خاصو يزيد شويه يبتكر ما يبقاش في ذاك الجو الرومانسي ديالو يبدل عاوتاني الاكشن. كنقولها لك نقول لي ديما خويا المهدي دير الاكشن شويه كاراتي شويه هادي شويه سبور باش يعيش في اللحظه. هو خويا ما فهمتش انا تبعي الدرامات. اش كنقول على الكلام ديال الاخ الحبيب؟ داكشي اللي كيقول لي كنديرو وان شاء الله غادي فين غادي لاشين ديالي وغادي ندير انايا هذاك الشيء اللي غادي نصور ولا غنديرو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وما حنا علينا في البرنامج مرحبا غنعاونوك ونوقفوا معاك. شكرا. ونكونوا معاك سند. هذا الشيء اللي غنقولوا الان غنفوتوا هذه المرحله ديال التحديات. عرفتي علاش؟ حيت حاليا حسيت بكم نتوما التحديات كاملين تحداونا. عرفتي علاش؟ دخلتوا لهذا البرنامج دخلتوا لي بقلب صافي ادوا بصراحه ما علينا ندخلوا ولكن معنا الفقرة الممتعة والمطربة والجميلة بأن كل فنان يقدم لنا سكيتش وأغنية. أنت فنان ممثل بإمكانك دير سكيتش بإمكانك تغني أغنية. غني أغنية هي أنت الحبيب. لا لا سكيتش لا حبيب غادي سكيتش وأغنية خفيف ظريف في بلاصتو كاين مشكل. المهم يمكن لك تغني اغنيه ما عندكش مع سكتش خلي سكتش اختار اغنيه ولا سكتش. اغنيه ماشي مشكل. اغنيه ولا سكتش؟ اغنيه. يعني جوج اغاني طرف اللي غنبداو منو غنسمعوا للجمهور. الجمهور اش كتقول؟ شكون حبيب مهدي 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 حبيب 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 الجمهور اغلبيه ديال الجمهور يعني واحد الفنان الكبير ديالنا مهدي قوى الخر. الجمهور تيقولوا الحبيب ونسمعوا بغينا الفنان مهدي قوى الخر. تيقول لك تيقول لك خليو اخ المهدي هو الاخير اخ الحبيب هو الاخير. حبيب اش من مقطع تقدم لنا اش من ديسك اش من اغنيه؟ ودي هنيني هذا ديسك ديالك. ديسك ديالي كلمات ديالي الحان ديالي كلشي ديالي. نسمعوا الاخ الحبيب من الديسك ديالو الجميل والرائع اللي قال لك من الالحان ديالو ومن الاخراج ديالو والاسم ديال القطعه اودي هنيني. نور القاشي الدين. نجبدوا المايك. بسم الله. سال الله واش نسمعوا من السنين وديهني نوم الضايتين والآن تندوروا عند الفنان الكوميدي المشهور ملقب سعيد الناصري الصاعد المغربي أخ المهدي بغي يقدم لكم توا واحد الأغنية. اش من ديسك أخ المهدي تغني اليوم؟ غنغني الحب كله.
مرحبا. انا حبيته فيك. اخ المهدي كيقول لكم غير غندي سك ديال حبي كله، انا حبيته فيك ونتبعو كلنا مع الاخ المهدي. شكرا. المايك. شكرا. لا شكرا على واجب. شدوا الايقاع. الحب كله انا حبيته فيك، الحب كله وزماني كله انا حبيته فيك، الحب كله الحب ايه الحب ايه الحب ايه انا حبيته فيك، الحب كله وزماني كله انا حبيته فيك، الحب كله يا سلام. شكرا. انا وصلنا للختام ديال الفقره، وديما في الختام كما تيقولوا خوتنا المغاربه، الاخر مبخر خاتماتها مسك. ديما البرنامج عندنا تيموميو كنساليو بدويسك ناشطين، كنوضو كاملين نشطحو ونشطو مع الجمهور كيسالي الفقره. وكنشكرك الاخ المهدي. شكرا. على الحضور ديالك وعلى الصراحه ديالك وعلى القيم وعلى الثقافه وعلى الرجوله ديالك والدرب السلطان دوريجين. شكرا. كنشكروك. وديك التهلو ديال القطه مازال نعاود ندير معك شي حوار اخر على ديك القطه. جزاك الله الف خير. جزاك الله في سبيل الله. في سبيل الله الاخ المهدي. جزاك الله المهدي. ربي اللي غيجازيك حبيب. كنشكروك. ودابا غنمشيو للفقره الختاميه، وهي نخدمو واحد مقطع موسيقي ونضحكو به ونشطو به انا وياك الاخ المهدي. فقرات كنشكرك على الاستضافه، كنشكرك على تلبيه الطلب. راجل صندل بمعنى الكلمه، قلتي داكشي اللي عليك. يلا نطلقوا الان الموسيقى. موسيقى هو لا نوض اخويا الجديد هو هذا الجديد هذه كلمه